السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بهذه التغطية المستمرة لعملية طوفان الأقصى والأحداث اليوم ونتائج هذه العملية. طبعا أمس بين أكثر وضوحا الإرهاب الصهيوني والهجمات الصهيونية العنيفة والتي تسمى مصطلحا بالقذارة، أنا أعتبرها اليوم. أمس حاول الكيان الصهيوني الدخول بريا لقطاع غزة، تعرف إعلامهم مرة يقول إيه مرة يقول لا، ولكن بالمجمل العام وحسب المصادر وحسب اليوم الجميع حتى المحايدين اليوم بين القضيتين أن الكيان الصهيوني بدأ بعملية برية أمس، ولكن فشلت هذه العملية. والسبب الأول وهو القوة المقاومة الكبيرة جدا بإفشال عملية التقدم البري، والسبب الثاني هو الصمود المستمر للشعب الفلسطيني في غزة اللي اليوم يرفض فكرة التهجير أو ترك اليوم مدينتهم، فريسة سهلة للكيان الصهيوني ولقوات الكيان الصهيوني. أما عن موضوع الوضع الإنساني فما زال الوضع الإنساني وضع مربك جدا، كثير من المؤسسات الخدمية إن كانت أممية أو مؤسسات اليوم تقدم الخدمات الطبية وغيرها، الأونروا وغيرها، تقريبا راح تتوقف عن عملها بسبب عدم وجود وقود من أجل اليوم إيصال المساعدات أو علاج المرضى والجرحى وغيرها من هذه الأمور. إضافة أن الكيان الغاصب يستخدم أمور حقيقة مو إنسانية، اللي أبسطها اليوم قطع الإنترنت وقطع الاتصالات داخل قطاع غزة، اللي حقيقة أنه دائما الكيان الصهيوني والاتحاد الأوروبي وغيرها من لما يصير في أي بلد موضوع أنه أمر أمني فيتوقف جزء بسيط الإنترنت يوم يومين أو تقل قوته، يقول لك هاي ضد حقوق الإنسان وهذا ضد مجال الحريات. اليوم دا يستخدموا الأمور هم كانوا ينتقدوها سابقا، فإذا القناع المزيف للديمقراطية والحرية عملية طوفان الأقصى كشفت. طبعا أحبة المشاهدين، قبل ما ندخل الكثير من القضايا ونتكلم عن هذه التغطية الآنية لعملية طوفان الأقصى، أرحب بالضيوف الأكارم بالاستوديو الشيخ الدكتور ياسر الطربولي الباحث والمفكر السياسي. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام وبركاته، حياك الله وياك، اهلا ومرحبا بك. وعبر السكايب من السويد السياسي المستقل الاستاذ علاء الصفار، اهلا بك استاذ علاء. بكم وبضيفك العزيز وجمهور، اهلا وسهلا. شيخ اريد ابدا مع حضرتك من رخصه الاستاذ علاء. شيخ، الامر الانساني الكبير اللي قاعد يصير بغزه اليوم، انتم علمائنا ودائما نأخذ النصيحة من عندكم في أي ظرف طارئ، يعني تعطونا الحكمة والنصيحة إسلاميا وغيرها من هذه الأمور. اليوم على المسلم، على المسلمين داخل العراق، شو يسوون اتجاه هاي القضية؟ هل يكفي تظاهراتنا؟ هل يكفي دعائنا؟ هل يكفي اليوم البوستات وغيرها والنشر على السوشيال ميديا؟ أخواننا في فلسطين ايش محتاجين من عندنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بأمر الله ما ضاقت إلا فرجها الله، وعلى آله الطيبين وأصحابه وأمته ومن والاه. أما بعد، فأحييك أولا وأحيي المشاهدين الكرام، وأقدم تحية حب واعتزاز وإكرام وإكبار لأحفاد الشيخ أحمد ياسين رحمه وأولاده من المقاومين، ولإخوة وأولاد الشيخ عبد العزيز الرنتيسي وإخوة الشيخ محمود المبحوح، وإلى كل من طالتهم يد الغدر الصهيونية على مدار أكثر من 75 عام، قتل للمسلمين وذبح للمسلمين في فلسطين. ولا أقول ضمير العالم، إنما ضمير العالم قد تجلى في معركتين فاصلتين في حياتنا في العصر الحديث الآن، العام الماضي واليوم، في أوكرانيا عندما اهتز الغرب كله لأوكرانيا، كيف هذا اعتداء دولة على دولة وما يحدث وإرهاب روسيا وما إلى ذلك. وإذا حدث 5% 1% ما يحدث في غزة اليوم
لاهتز العالم أيضا. انظروا إلى الإرهاب اليوم، كشف هذا الضمير الزائف والقناع عن وجه الإرهاب، عن وجه مصاصي الدماء في الغرب، في أوروبا، في بريطانيا، في أمريكا. هذا ليس شيطان أكبر، هؤلاء أكبر من الشيطان نفسه. هذا هم يعطون الشيطان دروس على ما يفعلونه بالمسلمين، على ما يفعلونه بالضعفاء المستضعفين. ما يحدث في غزة اليوم طامة كبرى على كل عاقل، على كل شريف، على كل غيور، على كل إنسان. ما أقول على كل مسلم ولا مؤمن، على كل إنسان. ما ذنب الأطفال؟ ما ذنب النساء؟ ما ذنب الشيوخ؟ ما ذنب الناس الآمنين؟ أنت لديك معركة مع فصيل مقاومة، سمها ما شئت. نحن نقول مقاومة، مجاهدون نصرهم الله وأيدهم، حماس والكتاب القسام وغيرهم. نعم. وما يسترجعون حقهم، يدافعون عن أنفسهم. ما فعلت عصابات الغاهغانة وغيرها بالمسلمين بالفلسطينيين؟ ما تحرك حتى أنت اليوم أنت حاربهم، أضربهم. الغرب أو اليهود أو الصليبين حاربوا هؤلاء. ما ذنب الأطفال؟ ما ذنب النساء؟ طيب أين يعني اليوم؟ والله يا أخي إذا لم تستح فاصنع ما شئت، كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. اليوم نرى هذا بيم عيوننا، هم لا يستحون فيفعلون ما يريدون. أما نحن الأمة مغيبة، الأمة نائمة، الأمة نشكو حالها إلى الله. وأنا لا أعاتب على الأمة وعلى الناس وعلى الشعوب، إنما هي وليس بعتاب، إنما توصيف. نعم. الشعوب العربية أو الحكام العرب، ملوك، رؤساء، أمراء، مهما كانوا هؤلاء، أثبتوا بأنهم أولاد الكيان الصهيوني الغير شرعيين. أثبتوا حقا بأنهم هم جدار الصد والدفاع الأول عن الكيان، هم وجيوشهم، هم وجيوشهم معهم. لماذا؟ لأن الشباب عندما خرجوا أرادوا أن يذهبوا، ما فتحوا لهم الحدود. من الذي منع هؤلاء الشباب، هؤلاء الرجال الذين أرادوا نصرة المسجد الأقصى ونصرة المستضعفين من المسلمين وغيرهم؟ يا أخي ما ندافع عن المسلمين، أولم يقتلوا نصارى أيضا في القدس؟ أولم يقصفوا كنائس؟ صحيح. هم يدافعون عن الإنسانية، من الذي منعهم؟ منعهم الحكام والجيوش العربية. وهنا مسألة الجيوش العربية يا أستاذ الفاضل، نحن لا ننسى بأن هذه الجيوش شكلتها بريطانيا، شكل الاحتلال الإنجليزي بعد سقوط الدولة العثمانية الإسلامية، ودربوا هنالك في الجامعات الإنجليزية، ووضعوهم وجعلهم عقيدة عسكرية غير العقيدة الإسلامية. نعم. شيخنا العزيز، نعم. مو نفس الجيوش هي اللي حاربت بال 48 وبال 67 وبال 73؟ والله يا أستاذ الفاضل ما قلت لكم أنشئوها بالعشرينات. نعم. حتى الجيوش عندما ذهبت قاتلت. يعني لا ننسى أن الجيش العراقي في 48 يعني الشهداء إلى اليوم في جنين، وصلوا. نعم. إلى بحيرة الطبرية، وصلوا إلى مشارف القدس والمسجد الأقصى، وصل الجيش. لماذا لم تدخل تحرره؟ قال جاءت الأوامر العسكرية. طيب أي أوامر؟ أنت لديك أمر من الله سبحانه وتعالى، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أمر من القرآن، أمر من دينك بأن تحرر المسجد الأقصى. هو أطاع من؟ أطاع العقيدة العسكرية، الأوامر العسكرية. نعم. فرجع. أنا مع جل احترام للجميع، هم أبطال كذا، ولكن أكيد أنا أنظر من منظوري. يعني عمر علي الذي ذهب وقاتل وكان قائدا، ومحمود الخطاب وغيرهم، لماذا ما تحركتم؟ والله مجات الأوامر. أي أوامر يا أخي؟ كيف تطيع الأوامر؟ فنفس الجيوش في 48، في 67، في 73، في 73، لماذا لم تكمل الحرب وتقضوا على الكيان الصهيوني؟ والأوامر جاءتنا. أي أوامر يا أخي؟ ولهذا المسألة اليوم الجيوش ما تأتمر بأمر الله والرسول، ما تأتمر بأمر الدين، ما تأتمر بأمر شريعة، تأتمر بأمر الجهات المتحكمة فيها السياسية، ملوك، أمراء، رؤساء، وزراء. يعني شيخنا من خلال كلامك العرب يحتاجون إلى جيوش عقائدية إسلامية. نعم، العرب يحتاجون إلى جيوش إسلامية عقائدية شرعية، توحد الله، تصلي على رسول الله، تحارب في سبيل هذا الدين. ليس الجيوش اليوم تقف، يعني طامة كبرى عندما يخرج شباب في مصر أو الأردن أو غيرها لكي يدخلون إلى 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 فلسطين. من منعهم؟ ما منعهم الكيان الصهيوني؟ ما منعتهم لا أمريكا ولا أوروبا ولا بريطانيا ولا اليهود؟ ما منعهم الكيان الصهيوني ولا أيهم؟ منعهم الجيوش العربية، الجيش يقف أمامهم. نعم شيخنا، راح أكيد أعود إليك، وكلامك كلام مهم جدا بحقيقة، كثير من الأهمية اليوم تخص القضية الفلسطينية. ولكن سأنتقل إلى السويد،
مع الأستاذ علاء الصفار السياسي المستقل عبر السكايب. أجدد الترحيب بك أستاذ علاء. أهلا. الله يحفظك أستاذ علاء. الوضع الآن آخر 24 ساعة تغيرت كثير من المعادلات، أنه الكيان الصهيوني بدأ يفكر بالهجوم البري، يفكر، لأن البارحة كانت عملية محدودة بريا حسب الإعلام الغربي. أنا أتكلم من الحد الآن المصادر الموثوقة ماكو 100%، ولكن مصادر المقاومة الفلسطينية تقول أنه الكيان الصهيوني بدأ بعملية برية ولكن فشل. هل اليوم العملية البرية الصهيونية أخذت الموافقة من الاتحاد الأوروبي مثلا أو الولايات المتحدة الأمريكية، أعطتهم الضوء الأخضر بهذا الموضوع؟ ابتداء بسم الله صوت يعني الآن. نعم تفضل. ابتداء بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى كل مشاهدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحر التعازي لجميع المقامات بهذه الليالي الفاطمية. نعم أخي، نحن إذا ما طرحه ضيفك الكريم وجنابكم العزيز في مقدمته كان واضحا جدا، نحن إذا أردنا أن نشخص حالة الأمة نحن نقع تحت طائلة قد سميها أنا جزافا بقناعة القطيع. نحن لدينا الآن قناعات وتصورات منقادة من قبل الإعلام ومؤسساته الضخمة والمؤسسات الفكرية والتانك ثينكس وكل ما موجود من مؤسسات لا تحارب على المستوى الهاردوير وعلى مستوى القنابل وعلى مستوى الأرض بل على مستوى الفكر. هنالك حرب فكرية، لدينا هجمات شرسة. ماذا طرحت سؤالا مهما، ماذا نستطيع أن نقدم لأهل غزة، ماذا نستطيع أن نقدم لهذه القضية؟ ضيفك العزيز وجنابكم الكريم أشرتم إلى أن التغلغل الاستخباري، التغلغل العمالة إذا صح التعبير في جسد الأمة حدث ولا حرج. يعني القيادات ليس منذ الآن بل منذ حرب 48 و73 والحروب السابقة يصلون الجيوش ويقاتلون الشباب بعقيدة سليمة وتسحب بأوامر، لأن قياداتهم ترتبط بشكل ما بمنظومة استكبار عالمي. ما واجب علينا الآن هو إخراج الأمة وتوضيح الصورة وإخراجهم من تأثير قناعة القطيع. يجب أن نوضح لهم الصورة من خلال مؤشرات باتت واضحة للجميع. على سبيل المثال عندما يظهر الرئيس السيسي في مصر ويقول بكل علن يعني الغزاويون لا تأتون بهم إلى سيناء بل اذهبوا بهم إلى صحراء النقب أو إلى مكان آخر، وهو يعتقد ضمنا أنه خلص عملية يعني تهجير كل مواطنين غزة أصبح أمر واقع، والخلاف كرئيس دولة ومن الدول الكبرى في الوطن العربي لديها وزن وثقل ولديها حدود مشتركة. هذه الدولة رئيسها يفاوض ويقترح عن خجل مع الكيانات التي تقاتل هذا المشروع بأن يكون لا لعدم ونصرة الغزاويين وأهلنا في غزة بل إلى نقلهم من مكان إلى مكان، وأصبح عملية نقلهم أمر واقع وتسليم. إذا نرجع خطوات إلى الوراء، لماذا كل هذا؟ ماذا يحدث؟ يعني هنالك أيضا نظرية من النيل إلى الفرات وإسرائيل الكبرى، هذا موجود منذ يعني عشرات السنين معروف. ماذا حدث الآن؟ الآن هو بالضبط بعد انتهاء معاهدة لوزان والمعاهدات الدولية التي هي عمرها 100 عام أي قرن من الزمان، وهو ما يعرف ضمنا بالقرن النفطي بعد اكتشاف النفط. نعم. جلسوا الكبار بعد الحرب العالمية الثانية وقاموا بتقسيم هذه الكعكة بين تلك الدول العظمى، وكانت حصة الشام والعراق إلى كذا
الخليج إلى كذا، والقصة معروفة في سايكس بيكو والمعاهدات الأخرى. الآن بعد أن انتهت آخر معاهدة وهي معاهدة لوزان في الشهر السابع 2023، الآن المشروع الجديد وهو الذي طرح سابقا ما يعرف بصفقة القرن. لماذا سميت بصفقة القرن؟ لأن مدتها 100 عام، وهو قرن من الزمان. هذه الصفقة تحاول أن تعيد الترتيب الأوراق في الكرة الأرضية من العصر النفطي إلى ما قبل العصر النفطي وهو عصر الطرق. لذلك نشاهد أن الصين جاءت بطريق الحزام والطريق بمشروع، معها بريكس، معها روسيا، معها كثير من الدول التي تمحورت حول هذه الفكرة، تعيد طريق الحرير. نعم. وحتى القرم وحتى روسيا عندما ذهبت إلى أوكرانيا هي ضمن هذا المشروع. ما يحدث الآن في غزة وما يحدث من مؤامرات حول ميناء الفاو في العراق وتأخير مشروع طريق الحرير هو ضمن هذا الصراع الكبير. بل حتى أجزم دخول الأمريكان وإسقاط النظام وإسقاط الدكتاتور صدام ليس حبا في العراق، بل هو أيضا ضمن مشروع هذا الصراع الكبير إلى هما بعد العصر النفطي وصراع الطرق بين نظرية طريق الحرير والطريق والحزام للصين وغيرها. الخطة الآن المهمة هو تهجير أهل غزة إلى سيناء أو إلى المنطقة الغربية في العراق، وهذا لديه سببين. لقطع الطريق على قناة السويس التي هي قناة مهمة في طريق الحرير، وأن تجعل منطقة السويس وسيناء ومصر في صراع، وهذا الصراع سوف يوقف ويعطل هذا الخط الاستراتيجي التجاري في قناة الحرير. يكون الصراع بين منو منو أستاذ؟ نعم، اللي يأجل اليوم طريق الحرير يريدون صراع بين مصر ومنو؟ بين المصريين أنفسهم عندما يقومون بنقل أهل غزة إلى سيناء وخلق مشاكل وجعل هنالك صراع داخل مصر، وهذا مما يجعل الطريق لقناة السويس والقناة المصرية في طريق الحرير شبه معطلة، لأن التجارة العالمية لا تدخل في طرق لديها مشاكل. إضافة إلى ذلك إلى نقل الغزاويين إلى المنطقة الغربية أيضا لخلق مشكلة مستدامة وصراع مستدام ضمن مشروع الفوضى الخلاقة لقطع طريق الحرير عبر العراق، عبر ميزوبوتاميا، عبر هذا البلد ما بين النهرين باتجاه أوروبا. نعم. هذا أيضا طريق مهم. ما البديل؟ وهو الذي يصنعونه وقد بدأوا بالشروع به، وهو قناة بن غوريون. قناة بن غوريون هذا المشروع الذي وضعه وأسسه بن غوريون، هو أحد أهم القادة الإسرائيليين على المستوى الفكري والفلسفي، لأن يصنعوا قناة طولها أكثر من 600 كيلومتر، وهي قناة جدا مكلفة، وبدأ الشروع بها هذا العام، وقد تم رصد المرحلة الأولى لها 6 مليار دولار، ويقومون بفتح قناة موازية لقناة السويس، وتكون هذه القناة هي طريق الحرير بالنسبة إلى المستقبل ل100 سنة القادمة. وإضافة إلى ذلك العقدة التي تكون في هذه المنطقة ولهذه القناة التجارية هي عقدة الغزاويين والمقاومة. نعم أستاذ أكيد راح أرجع لك، ولكن أيضا لدينا ضيوف آخرين ولهم الحق علينا، أكيد إحنا راح نرجع بهذه النقطة المهمة ونكمل هذا التفصيل أستاذ علاء. ولكن العودة الآن مع الشيخ الدكتور ياسر الطربولي. شيخ ياسر، اليوم الواجب الإنساني، الواجب الشرعي على الجميع، العرب والمسلمين عموما، أنه يدعمون القضية الفلسطينية، يساعدون أخوانهم في غزة. ولكن للأسف نشاهد بعض المسلمين والعرب أنه وقفة الحياد، بل بعض الأنظمة العربية اليوم خاصة مثلا الأنظمة الخليجية، البعض منها ماله إلى الكيان الصهيوني ووصف حركة حماس بالمنظمة الإرهابية، في حين أكو ناس مو عرب مثل كولومبيا، مثل فنزويلا، بوليفيا، تركيا، الجمهورية الإسلامية في إيران وصفت حماس بحركة تحرر. شنو هاي المعادلة الغريبة شيخ؟ يعني أستاذ العزيز، احنا خلينا نفرق ما بين الأنظمة وما بين الشعوب. بالضبط. وإحنا قلنا على الأنظمة ما هي، الشعوب يستطيعون أن يدعمون،
يعني الدعاء أولا، يعني هذا يعني قل يعني من استطاع من دعاء منكم منكرا فليغيره غيره بيده، فمن لم يستطع فيه بلسانه فمن استطاع فيه بقلبه. الدعاء من الأمور القلبية، يدعو ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى بلسانه بالإعلام، يستطيع أن يشير كذا يشارك، هذا بالنسبة للشعوب. وبيده أن يقاطع كل المنتجات الصهيونية والأوروبية والأمريكية، يقاطعها عن الأدوية عن السلع عن البضائع وما إلى ذلك. هذا هو، هذه الشعوب تستطيع من خلال هذه المقاطعة الاقتصاد تأثير على اقتصاد الكيان الصهيوني والاتحاد الأوروبي بريطانيا أمريكا والغرب. هذا بالنسبة للشعوب والإعلام والدعاء من الله سبحانه وتعالى. نعم. أقل ما يستطيعون فعله هذا أقل شيء، والمشاركة بالمال، يعني بعث المساعدات الزكاة تبرعات إلى المسلمين في غزة وفي فلسطين، هذا جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. أما الأنظمة، أنا قلت قبل كلام دكتور علاء، دكتور علاء يستشف الأمور مستقبلا اللي قادم، أنا أبني على الماضي وعلى الأحداث التي كانت المعطيات التي لدي نبني نمتني عليها. اليوم عندما نرى هذه الأنظمة، وقلت تجنابك منها من ذهب فأعلن صراحة بأنه مع الكيان الصهيوني، انتهى. أنت اليوم عندك حق وباطل، الحق مع حماس ومع أهل فلسطين وغزة وأهل الأرض وأهل يريدون أن يحرروا أنفسهم وأرضهم، ومقاومة مجاهدون يعني لهم الشرعية الكاملة في سداد حقوقهم. هؤلاء الأنظمة أو هذه الأنظمة التي تكلمت والمصيبة تكل جنابك، هنالك دول غير إسلامية، مو فقط إسلامية، دول غير إسلامية ناصرت القضية الفلسطينية وناصرت حماس، أنهم يعني جماعة يحررون أنفسهم وجماعة مقاومة. هذه الأنظمة يا أخي قلنا هم، وانت لا ترجع للتاريخ قليلا، احنا دائما الله سبحانه وتعالى ضربنا مثل بالتاريخ، وتلك الأيام دولها بأن قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة من قبلكم. الله يضربنا مثل في التاريخ، عندما نقرأ تاريخ هؤلاء هم جاء بهم الاستعمار، جاء بهم الإنجليز. وهنا يعني أنا مسألة جدا مهمة أشير إليها يا أخي، أين المجاهدون وأين السلفيون وأين التيارات والتنظيمات الجهادية التكفير والهجرة والجهاد في سبيل الله، واللي كان يجي بالعراق يفجر نفسه راح يتغدى ويا من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، يعني تبغى تغدى من النبي بس بالعراق بس فجر نفسك على المسلمين؟ طيب مو هؤلاء اليهود، أين أنتم؟ أين جهادكم؟ أين تنظيم الدولة الإسلامية؟ أين القاعدة؟ أين داعش؟ وينكم؟ الآن عرفنا هم أبناء من وشكلهم من وتابعون لمن. الآن لو كانوا يجاهدون ضد اليهود لعرفنا أنهم حقيقة يا أخي مسلمون، ولكن الآن تبين الحق من الباطل يا أخي، ليميز الله الخبيث من الطيب، تبينوا أنهم أولاد من؟ أولاد الكيان الغاصب، أولاد المخابرات الموساد والسي آي أي والمخابرات البريطانية والأوروبية، عرفت انتماءاتهم. نعم. إن غاب عنك أصله دلك عليه فعله، عندما جئتم إلى يعني قتل للمسلمين وذبح للمسلمين، طيب أنت اليوم وينكم؟ فاليوم هذه الأنظمة وهذه الجماعات تكشفت وعرفت، ما أطلقوا رصاصة مو صاروخ، ما أطلقوا تصريح يا أخي، تصريح نزل لي بيان وينك، ما أطلقوا تصريح. طيب موجود في سيناء هنالك تنظيم داعش في سيناء، تنظيم الدولة أنصار بيت المقدس، لماذا ما دخلوا؟ لماذا ما جاهدوا؟ لماذا ماذا ينتظرون؟ أن يبادل المسلمون في غزة؟ أولم يهددوا قبل فترة من الزمن حماس، هددوها الدولة الإسلامية لأنكم اعتقلتوا بعض رجال؟ طيب لماذا لا تدافعون؟ صح. أو اليوم التوحد، اليوم نحن ننظر السنة والشيعة من العقلاء من المعتدلين وسطاء، وقفوا كلهم دعما لهؤلاء المظلومين المسلمين في غزة وفلسطين، عمايم سنية وعمايم شيعية، كل التيارات المعتدلة الوسطية المحترمة نطقت بكلمة الحق. باقي الأنظمة أين أنتم؟ إذن أنت اليوم عرفت معسكر الباطل أين؟ في الأنظمة التي دعمت الكيان الغاصب الصهيوني، وفي المنظمات والجماعات التي سكتت ورضت وكانت مدعومة من هؤلاء، من هذه الأنظمة التي اليوم تمالأت وأظهرت حقدها، والله عز وجل قال قد بدت البغضاء من أفواههم. أنا ما أنظر للمسألة مسألة، نعم العالم يهتم بالاقتصاد وبالتجارة وما إلى ذلك، ولكن أنا أنظر مسألة عقائدية شرعية، أنظر من شرعية الديني. اليوم الله سبحانه وتعالى قال اليهود هم أعدى أعداؤك. نعم. فأين المسلمون في مقاتلة اليهود؟ وينك يا مسلم؟ أم أنت والله يا الله عز وجل وصف أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم،
هذه المنظمات والجماعات والأنظمة كانت شديدة على المسلمين رحماء على الكافرين. هذا نعم. الذي نراه اليوم. دكتور ياسر خلي اتوقف وياك بقضية معينة. يعني أحد علماء الدين في المملكة العربية السعودية جاء سؤال قال لي يصير نسوي مسيرات وتظاهرات من أجل دعم الأخوة في غزة، قال انتم دعموهم بالدعاء وبالصلاة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن التظاهرات والمسيرات بها أمور تغضب الله سبحانه وتعالى مثل الاختلاط بين الرجل والمرأة، مع العلم أنه بعد عدة أيام راح يبدي موسم الرياض. ما أعرف سامع على موسم الرياض شيخنا؟ عبارة عن أغاني وحفلات راقصة ونساء ورجال في المملكة العربية السعودية. لماذا تحولت المملكة من بلاد التوحيد وبلاد الحرمين إلى مملكة للأسف تجمع هذه الحفلات وغيرها من هذه الأمور؟ يا سيدي الفاضل انظر إلى تاريخ المملكة، انظر إلى تاريخها يا سيدي يا حبيبي، تاريخها، ما الذي شكلها، ما الذي دعمها؟ الخط الإسلامي في المملكة والخط السياسي الحاكم فيها، ما الذي دعمه؟ دعمتها بريطانيا. نعم. الإنجليز وأمريكا. طيب انت اليوم ما أقول مسيرات، طيب هي السعودية ما عدا حدود ويا سيناء، مو عدها مؤاخذة تيران وصنافير من مصر، مو عدا حدود، لماذا لا يخرج الشباب تيران وصنافير شيخنا؟ نعم المملكة العربية السعودية أخذتها. أخذتها نعم، أقول لك هذه أخذتها من مصر. نعم. تيران وصنافير اللي هي اليوم على خط مع سيناء، يعني يستطيع شباب التوحيد في المملكة أن يخرجون. يا أخي مطمة كبرى مكان أخي، مو أعلنوا الجهاد في سوريا؟ ألم يعلن الجهاد في 2012؟ سوريا العراق أفغانستان، مو أعلنوا الجهاد في العراق؟ نعم. مو أعلنوا الجهاد في أفغانستان وأعلنوا الجهاد في اليمن؟ طيب لماذا لا تعلنون الجهاد في فلسطين؟ يا أخي انتظر، من الذي دعمهم؟ من الذي وصلهم؟ من الذي جاء بهم أصلا؟ آل سلول. نعم. من نعم الذي جاء بهم إلى الحكم هناك؟ وهذه هذا يعني بنوا الدين على باطل باسم التوحيد، والتوحيد منهم باطل. نعم نعم شيخنا. عندنا الان احبه المشاهدين اتصال هاتفي مع الاستاذ علي مقصود الخبير العسكري من سوريا. اهلا بك استاذ علي. اهلا بكم وتحيه لكم وللساده المشاهدين الاكرم. ربي يخليك استاذ علي. اريد ابدا وياك بليله امس، ايش صار حقيقه؟ الروايات متعدده، روايات تقول انه لا هنالك هجوم بري ولا شيء، روايات اخرى تقول هناك هجوم بري صهيوني ولكن فشل بسبب المقاومه الشرسه من المقاومه الاسلاميه في فلسطين. يعني ما هو تحليلك للموقف؟ اولا الحديث عن ان هناك هجوما بريا او عدمه في الحقيقه له علاقه بالتردد والتأجيل الذي استمر لمدة 20 يوم من قبل قيادة الكيان الصهيوني بعدما أعلن نتنياهو في اليوم الثاني لعملية طوفان الأقصى في 8 أكتوبر 2021 بأنه سينفذ الخطة التي تقضي بسحق والقضاء على حركة حماس، بل ذكرها كمنظمة إرهابية منظمة حماس، وتهجير أبناء غزة إلى سيناء أعلنها صراحة، وبذلك سيغير وجه الشرق الأوسط. أنا أقول بأن هذه الروايات المتناقضة أو المتباينة في الحقيقة كانت تشكل المخرج والغطاء للكيان الصهيوني الذي عمد إلى عزل مدينة غزة عن العالم بقطع الإنترنت والاتصالات هاتفية كانت أو لاسلكية أو المهم، عزل مدينة غزة عن العالم لكي ينفذ هذه العملية البرية، ولكن أيضا ليغطي على هذا الإجرام الذي استهدف غزة بكل قطاعاتها برا وبحرا وجوا، وبالتالي أراد بإخفاء الصورة أن يخفي هذه الجرائم والمذابح التي لم يعرفها التاريخ، وبنفس الوقت كان يخشى أن ترتسم الهزيمة وتخرج صور الهزيمة والمجازر بدبابات هذا الكيان لكي تعزز روح الهزيمة والانكسار
الذي استوطن في نفوس وقلوب المستوطنين الصهاينة وأيضا الجنود الصهاينة، لأنه في السابع من هذا الشهر 16 مستوطنة سيطر عليها وحررها الفدائيون المقاومون، ومعظم هذه المستوطنات تم تحريرها وتدمير المواقع العسكرية والقوات العسكرية دون مقاومة، بل كان هناك استسلام وفرار من ميادين المعركة. وحتى فرقة غزة التي أعدت لمهمة تدمير حركة حماس وإخراج تهجير الغزاويين سحقت ودمرت وأسر قائدها مع العديد. أنا أقول بأن العملية البرية أمر طبيعي بعدما حشد العدو أربع فرق عسكرية أن يتم إرسال قوة استطلاعية تسمى طليعة هذه الفرقة أو تلك. نعم، هذه القوة في الحقيقة تحركت على ثلاثة محاور، منها كتيبة، أيضا كتيبة النخبة التي يقودها العقيد يؤام شالام الذي أسر مع عشرات الجنود من هذه الكتيبة بعد أن دمرت دباباتهم وقراباتهم، وبالتالي قضي على هذه الكتيبة. وهذا ما أعلنه أحد حتى رئيس مركز أو موقع والى العبري، أعلن بأن هذه الكتيبة التي تحركت باتجاه مخيم لبريك سحقت عن فكرة أبيها. وأيضا المحور الثاني هو بيت حانون، أيضا كان هناك كتيبة، أيضا كتيبة استطلاع معززة بفصائل وسرايا هندسة لكي نعم أستاذ علي، حقيقة معلوماتك قيمة وشكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. الأستاذ علي مقصود الخبير العسكري من سوريا اللي وضعنا حقيقة في صلب الصورة الآن اللي قاعد تحدث في غزة، وعلى ليلة أمس الليلة التي كانت ساخنة حقيقة، يعني اليوم المجتمع المسلم والعربي العالمي أيضا إنسانيا وقفوا أمس، كانوا منتظرين أنه معركة حقيقة كبرى، ولكن الجبن الصهيوني مستمر، وهذا دليل اليوم على الجبن الصهيوني المستمر دائما. خلونا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. إذن للتنويه، وإذا بتحبوا تنشروها، إحنا ما في صحفيين عم بيقولوا لنا الأخبار شو عم بصير في الداخل، شو عم بصير بتل أبيب وبعسقلان وبالمدن الإسرائيلية. الدمار اللي عم بصير عليهم إشي لا يوصف. عندهم صار 500,000 نازح إسرائيلي تركوا بيوتهم. الطيران الإسرائيلي مش ملحق إن كل اللي معها جنسيات أوروبية أو جنسيات غير الجنسية الإسرائيلية عم بيهاجروا. الأمور في إسرائيل كل طبعا ما في مدارس، المحلات مسكرة، ما في جامعات، الأوضاع العامة كلها في انهيار في انهيار. بيقول لك صار عندهم اكتئاب الجنود طولهم اللي على حدود غزة، كل يوم بدنا ندخل بري بدناش ندخل بري. أوضاعهم النفسية متدهورة، أوضاعهم الاقتصادية متدهورة، عسكريا متدهورين. كل القصف اللي عم بيعملوه هو بس بتفششوا، هم مش عم بيحققوا ولا إشي من اللي بدهم إياه، لا قادرين يحرروا رهائن ولا قادرين يوصلوا للمقاومة ولا يضربوها. المقاومة الحمد لله رب العالمين بألف ألف خير ولسه في جعبتها الكثير. بدنا نرفع المعنويات. إحنا المشكلة ما في صحفيين من جوا. أنا أختي عمالها بتبعت لي أخبار من الداخل، عمالها بتتسرب من خلال ناس، تصويرات فيديو أو أخبار شو عم بصير، حجم دمار معين، إصابات معينة عم تتسرب. لأنه برجع بقول لكم كل التركيز الصحفي بس في غزة، الصحفيين بس في غزة، فما ما ما بدنا هذا الإشي يصير يعمل إحباط أو يعمل اكتئاب عنا. إحنا عنا أكيد ضحايا، بس صدقوني هم عندهم زينا زيهم إذا مش أكتر، لكن في فرق. إحنا بنتحمل وبنصبر لأنه أصحاب حق، هدول ما رح يتحملوا وما رح يصبروا، وإن شاء الله إنها نهايتهم قربت، عم بنهاروا. وزي ما قال محمد الضيف، قال نتنياهو عنده غباء مركب، وهو فعلا عنده غباء مركب، يتخبط ومو عارف شو عم بيعمل. ما في إلا هالطيارات بتطلع بنزلوا مناشير لأهل غزة، تخيلوا أهل غزة بنزلهم مناشير إنه خبرونا وين المختطفين. في أكثر من هيك غباء؟ في أكثر من هيك حمراني سوري؟ فبدي الكل ترفعوا معنويات بعض، وإحنا إن شاء الله منتصرين، وكل شيء عم بصير لصالحنا، والشهداء الله يرحمهم
الشهداء هدول أحياء عند ربكم يرزقون. وأهل غزة مش أول مرة ولا تاني مرة ولا ثالث مرة بمروا بهيك معارك وبيفقدوا أهالي وبيفقدوا أحباب، لكن نفسياتهم كلهم مؤمنين بالشهادة، مؤمنين إنه هاي الطريق طريقنا، ويا شهادة يا نصر. فبدنا معنويات عالية، وأي حدا بيعرف حدا في الداخل بيقدر يبعث له فيديوهات، يبعث له أخبار شو عم بصير. أنا وياكم أحبة المشاهدين، هذا الفيديو من الداخل الصهيوني. ايضا عندهم ناس قاعدين يهزمون من المطارات، رحلات الطيران ما قاعده تلحق، مدارس ماكو، جامعات ماكو، حياتهم اليوميه متوقفه. هاي احد النتائج الايجابيه لطوفان الاقصى. الرد بالمثل بعد، تخليني ما اطفالي ما يداومون المدارس، اطفال الصهاينه ما يداومون المدارس. تقتل عندي شخص ينقتل عندك شخص، تقصف طائرات استحمل الرشقات الصاروخيه. طبعا أحبة المشاهدين، وعذرا انه انا تاخرت بالعوده للاستاذ علاء الصفار من السويد السياسي المستقل، نرجع وياك استاذ علاء. استاذ علاء، ارجع لكلامك في البدايه، هناك مشاريع عديده وكلها مشاريع تقريبا للمئة سنه القادمه. اليوم شنو المشروع اللي يفيد مثلا العراق، الامه الاسلاميه، الامه العربيه؟ على اي مشروع؟ عندنا مشروع مثلا مثل ما تقول انه مشروع روسي صيني، واكو مشروع للولايات المتحدة الأمريكية، إحنا شنو الأقرب لنا؟ أخي العزيز، يجب أن نعرف قبل المشاريع ما هو دورنا نحن الآن كعراقيين وكشعب عراقي. نعم. أولاً الدور اللي تقومون به هو من دور التوعية للشعب، هذا مهم. يجب أن تشخص الداخل العراقي. نحن كلنا نتذكر مؤتمرات التطبيق في أربيل، وما زلنا نتذكر وسام الحردان الذي تم إقالته، وهو كان أيضا قيادي مهم في تقدم، والذي الآن لديها مشاركة واسعة، وهي الآن قد تمثل الأخوة في المناطق الغربية والأخوة السنة في العراق. كلنا نتذكر ساحات الاعتصام، كلنا نتذكر سنأتيك يا بغداد، كلنا نتذكر هذا الكم الهائل من مما استخدمته القوى الظالمة والشريرة في منهج قناعة القطيع التي حولت العدو الحقيقي لدى إخواننا في مناطق معينة من العراق من عدو يعني وهمي إلى عدو حقيقي، والتغاضي على العدو الحقيقي الذي آلت إليه الأمور بتدمير الموصل. أستاذ علاء، يعني نفس التغيير لما اليوم تقريبا الإعلام الأمريكي، الإعلام الغربي، حول العدو الأول من بعقول العرب أغلبهم أنه محول العدو من الكيان الصهيوني إلى الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم، هذا هو ديدنهم، وهذا هو ما يعرف ببناعة القطيع، أن تبث يعني طبلا معينا والناس كلها يجمعهم ذلك الطبل، ولا يوجد طبل الآن في هذا العصر أقوى من السوشيال ميديا. صح. ومن الإعلام، وهو يعني إذا ما نقول 90% ونكون متساهلين فهو 95% بيد القوى الاستكبارية. المهم جدا لدينا في العراق الحذر من النقاط الآتية. أولا، عدم تمرير مشروع التقسيم. سوف يعود أيضا إلى الواجهة مشروع التقسيم، ومشروع أن يكون هنالك إقليم سني في العراق في الأيام المستقبل القادمة. كلنا رأينا موقف السيسي وهو الثقل العربي في مصر، وموقف محمد الشيع السوداني جزاه الله خيرا. نعم. وكلمته التي قالت إن أرض فلسطين لا يمكن أن يتبرع بها كائن من كان، ويوزع الأراضي ويتبرع بشعب فلسطين، هم من يقرروا ما يريدون. هذا يجعل العراق في واجهة هذا الصدام، وستكون الهزات الارتدادية لما يحدث في غزة مركزها في غرب العراق، وهذا تحديدا ما سوف تؤول إليه الأمور في المستقبل. يجب أن نكون واعين إلى أي مشروع يطرح من أجل إقليم سني، لأن هذا ماذا سيكون بعده؟ ما بعده بعد الإقليم السني سيكون هنالك مطالبات بإعادة توطين الأخوة الغزاويين
والفلسطينيين في المنطقة الغربية، نعم. من باب أيضا إذكاء الطائفية وحصول تعادل ديمغرافي بين عدد السنة والشيعة. الآن الذين يطالبون بذلك كيف دخل إليهم الاستعمار وكيف أقنعهم؟ يعني شيخ مثل وسام الحردان لديه باع وناس وأهل، كيف استطاعوا، نعم. أن يضحكوا عليه وأن يجندوه؟ كان الهدف الأساسي أنتم أقلية وعلى الوتر الطائفي وأنتم أقلية في هذا البلد، وإيهامهم بنحن لسنا أخوة وطن ولسنا يعني ذو نفس واحدة كما يعبر، نعم. السيد السيستاني حفظه الله بأنتم أنفسنا وليس أخوتنا. هذا ما جعلهم يذهبون إلى تارة إلى سوريا ودعم ما يحدث من عمليات جهادية حسب تعبيرهم لقتل وفشل المشروع، دعم داعش ودخوله إلى الموصل، هذا كله كان من بسبب غسيل دماغ تجنيدي مباشر وغير مباشر للناس ضمن مشروع قناعة القطيع. هذا ما حدث الآن. لماذا يريدون أن يأتون بالغزاويين إلى المنطقة الغربية؟ كيف يرضون أهل المنطقة الغربية من هذا الباب؟ إنكم أقلية وسوف تكونون فريسة سهلة وما إلى ذلك، فيجب أن تعززوا وجودكم وتعدادكم بأناس آخرين، ولكن المشروع الحقيقي هو تدمير الأمة العربية بأكملها. فإذا خرقت السفينة سوف تغرق، لا يغرق فقط من هو في الأسفل، نعم. ولا يغرق فقط، نعم. أستاذ علاء، نعم استاذ علاء، كل التحيه والشكر لك، ولكن للاسف الان وقت البرنامج انتهى. طبعا كل التحيه والشكر لك الاستاذ علاء الصفار السياسي المستقل، وحقيقه كل التحيه والشكر للشيخ الدكتور ياسر الطربول اللي كنت اتمنى انه نطول معاه بحلقتنا ولكن احنا مقيدين بوقت الباحث والمفكر الاسلامي. شكرا لك شيخ دكتور ياسر. وأيضا كل التحية والشكر الخبير العسكري من سوريا الأستاذ علي مقصود. طبعا قبل الختام أحبة المشاهدين نطوني نص دقيقة أوضح بعض الأمور. البارحة كان أكو اجتماع بالأمم المتحدة وكان هناك أنه تبني قرار عربي لإيقاف اليوم إطلاق النار في الأراضي المحتلة، أنه يوقفون الحرب على غزة. الجميع تفاجئ أنه العراق لم يصوت على هذا القرار، مع العلم هو مر هذا القرار، يعني فتعرفون يعني هواي اكو ابواق اول ما هاي يخونون بحكومتهم اللي تمثلهم، يعني الصراحه هذه حكومه بني عباس، هذه حكومه خائنه، هذه حكومه مطبعه، هذه الحكومه تخاف من الولايات المتحده، هذه حكومه سفاره وغيرها من هذه الامور. يعني للاسف خلوا المصالح السياسيه قبل القضيه الفلسطينيه. عندك انت نفس سياسي ويروح تنتقد تخون الحكومة اللي بها السني والشيعي والكردي، تخونها من أجل موقف. إلى من طلع أنه موضوع رجان الكونترول، خلينا نحكي هسه أنا أختم، إيه أختم، خلونا أختم، إحنا بدينا بعد 3 دقائق فخلينا نكمل. فاليوم أنه 120 دولة صوتت بهذا الموضوع، وأنه العراق ليش ما صوت؟ العراق ما صوت لأن فقرة 13 تنص على موضوع حل الدولتين. حل الدولتين يعني اعتراف ضمني بالكيان الصهيوني، هذا هو الموقف الرسمي للعراق. فلا يطلع لشخص يخون بحكومة أو موقف عراقي فهذا الموضوع عيب. والأبسط مثال وأبسط دليل هي القمة اللي صارت بالقاهرة، وشنو كان موقف العراق وشنو هي كلمة العراق اليوم اللي ألقاها السيد السوداني. أحبة المشاهدين، هنا تنتهي حلقتنا وتغطيتنا لهذا اليوم، نلتقيكم بتغطيات أخرى. إلى اللقاء.